أريد أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الحار الذي خصنا به. تطرقنا مع السيد الرئيس إلى مواضيع عدة، وما لفت انتباهي الاهتمام الكبير من قبل السيد الرئيس بعنصر الشباب باعتبارهم مستقبل البلاد. تطرقنا أيضاً إلى القضايا الإقليمية بالمنطقة، وقد أعجبت كثيراً بالنظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية. بعد 3 سنوات قضيتها في الجزائر، ما زلت منبهراً بالحفاوة التي تلقيتها من الشعب والحكومة والرئيس، وهي بمثابة أفضل الفترات التي أمضيتها في مسار المهني. أود أن أشكر كل الذين التقيت بهم وقدموا لي الدعم. للأسف الشديد أغادر الجزائر اليوم، ويستحيل بالنسبة لي أن أجد بلداً أفضل من الجزائر.